هعمل مثلا كوبايه واحده من الدقيق، كوبايه واحده من الدقيق هحط لها حوالي من كوبايه لكوبايه ونص من اللبن، تمام كده. هحط لها 2 بيضه او بيضه، ممكن تحطي يعني زي ما انت عايزه، وسبانخ. السبانخ دي حزمه صغنونه كده مش كبيره خالص، اهي زي دي كده. هنعمل ايه؟ جيبها خلاط عشان نمشي بقى بالترتيب برده مع بعض كده. طبعا بجهز بس الطاسه وبجهز العده معايا جنبي عشان اشتغل. بسم الله. انا هشيل دول ورايح نفسي منهم، مع ان المفروض ما يترموش برده، ناخدهم عشان يبقوا مسكرين الجزوع دي. اخد الحزمه كده واحط عليها حوالي كوبايه لبن او كوبايه ونص من اللبن، احطها في الخلاط كده. الاول هحط لها ايه؟ اللبن بس. هحط لها كده كوبايه ونص من اللبن. بسم الله. البرق ده رخم، فين قصة اللبن يا ولاد بتاعتي؟ دي كوبايه ونص لبن اهم، ماشي. اضربهم الاول لوحدهم كده السبانخ واللبن عشان ادوبه بس خالص. بسم الله. راح السبانخ راحت، هجيب بقى عاير كوباية دقيق، واحط ايه؟ انا حاطط كوباية ونص لبن على حوالي حزمة سبانخ كده مش كبيرة، يعني بتاع ربع كيلو مثلا ولا حاجة. وهاخد كوباية دقيق مثلا كده، ماشي. انا هشوف كده لو عايزه دي تانية هحط لها، بس ظبط لها ملح وفلفل لان ده طبعا حادق، كريب حادق. ملح وفلفل، وممكن رشه سكر بسيطه، ماشي، بس خالص يعني رشه سكر بس. وايه؟ واحط البيض كمان، احط بيضه او اتنين، انا هحط بيضه واحده.